بأربعة عشر ألف عام. الحصيلة الثانية: أخذ الله الميثاق من الأنبياء والمرسلين بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وشهادته تبارك وتعالى معهم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وعن أبي سعيد الخدري كما يرويه عنه الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي آدم ومن دونه فمن سواه إلا تحت لوائه. وإذا أطلقنا الفكرة في مظاهر هدايته للوجود نجد أنها تناولت الكثير من الجوانب والأشكال وشملت وجهات إنسانية جامعة لخدمة البشرية كلها مؤمنها وكافرها، وتصب بعين رحمته ورحمته.